عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. اليوم يميع النقمات جايتني، والله الحين تأخرنا على دوامنا والسبه خراريف كان صاف الليالي، ما تعد علينا لا قصص الجن والعفاريت. انزين هذا اللي على بالي، الحين ما براوي أنا وقعد لكم قصة وقصيدة ولا قصة ومثل ولا بقرأ من كتاب، ها شيء يرتج علي وهذا من اللي محفوظ يعني، واللي يدور في الخاطر واللي يلوج على النفس نطري. أجيب قصص حب ما أعرف، قصص غرام ما أعرف، هاي أعرف قصص جن، قصص عفاريت، قصص أوادم مبصاحين، بعد غير نمونة. الله أكبر، هذا تلقط اللي يتنقم هالنقوات هذا روحه، هذا يغار من ربعه، لأنه ربعه الجن والعفاريت ويتروع منهم يونه. إيه ربعه كانوا مضارب وياهم واستوى ما بينهم شيء، ما شيء كثرة بينهم ما يصنع الحداد، وتروع منهم يضوونه في الليل كفخة جني ولا أرضي ولا ساحر، شو أسوي أنا؟ هذا اللي كان موجود، هذا اللي واد ترمس عنه، يرمس عن الأسرار، يرمس أنا ما روم أرمس عن سياسة، ولا روم لا يخصني أرمس في أشياء ما تعنيني، ولا أروم أرمس في مش ما روم ما أعرف ولا أريد، لا أريد أرمس في شيء أتعلق في شيء مبلي، ولا روم أتدخل في شيء مبني اختصاصي. حد من العرب يرمس في كل شيء، وليش أرمس في كل شيء؟ إن شاء الله حادني لأجل حد يعني، ولا لأجل زيد ولا عبيد ونال رضا فلان ولا فئة معينة من اللواد، ما يخصني يا أبوي. الدار محكومة وكل عقله راضي، وكل يعرف الهست، وكل أبوي يعرف إن الله وين حاطنا، وكل ما شاء الله عنده عقل وعنده هل إنه يردون. ما بيلس أنا أقدم نصايح، أقدم نصايح ليه؟ تقدم نصايح أبوي هاي تكون يعني أطهر الناس وأشرف الناس وأخير الناس وأعقل الناس وأفهم الناس ودارسين، ما بلا مني والطريق. تعال من كل من تحط له سوشيال ميديا يصبح ويمسي، انصحوا اللوادم، انصحوا زين اللوادم. بوي تستنصح من الإنسان اللي في حاسية، تستنصح من الإنسان اللي على رسله. حب الإنسان بوي اللي ما عنده حاسية ولا في عقل ولا في مخ، حد تشوفون مدحوب هذا روح خبيله، حد يستنصح منه؟ ملف مخالفات سيارته، ملف مخالفات مليون. زين وتسمعونه يرمس، والله لا تسوقون بسرعة واستأست حتى باللفات، ولا تزيدون ماتش قايل، ولا تتجاوزوا. زين انت حين يأمرون بالمعروف وينسون أنفسهم، يطري الإسراف وهو أكثر واحد تسمى سفيه من كثر مصاريفه، تسمت سفيه من كثر ما تخري ولعبت ما وراها ودونها. ها هاي ترمس عن الإسراف، لا تسيرون ولا تتلبسون ولا تعدلون ولا 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 ولا, ولا. وهي تصبح لين تمسي في الأسواق. انزين واللي ترمس بمسباح من تصبح لين تمسي حاطة مسباح وتيلس على كل حب تسبيحتي، بدال ما تقول تذكر الله تيلس أبوي، تشوف تجيب الشوفات وتجيب الأسرار وتجيب العلوم وتجيب النواتج اللي في الدنيا واللي ما فيه، تشتري اللي بالسوق وتكود فيه. إيه وتكود، ما بتكود عادي، شيء بالقون وشيء بغناج وشيء بصياني، حد وين يروح؟ حد يروح يرمس يسمع لها رمس ولا نصيحة؟ لا، اللي يرمسون عن النصيحة هاي الناس من الناس العقال، الناس اللي اختصاص. ولا أنا أبوي أنا الحمد لله حاسيتي حاضرة، لكن برمس باللي الله مقدرني عليه، ما بروم أتعنى في شيء مبلي ولا بشغلية ولا بمخلف علي ولا حين الناس ترى تعرف العدل من المايل، إحنا ما بياسين الوادم مرة حين ينقزون من شارع لين كبري لين ما ادري ايش. هذه اشياء مستوي في الدنيا، مستوت الدنيا فيها العدل وفيها المايل، ولكن كل يردونها لو ترده داره ويرده القانون. ما بيلس من اصبح لين امسي الا فلان قالوا لي عنها وقالوا لي عن فلان، وقال الحين بعد منكر طرشوا لي وقالوا لي يتني أخبار أن فلان شي مسوي، وهذا فلان سوى شي بيته، وفلان سوى شي بخالته، وانت منو عاد بيخبرك حين؟ انت منو انت اللي بيطرونك؟ انت منو
منو بيخبرك؟ منو بيقول لك؟ منو من هالمتفيج اثر انت؟ منو مرشح لك انك انت مشاكاه للعالم؟ انت منو حضرك؟ هذا كله فقط لاجل انك انت تلفت النظر، ما لفت النظر في كل يوم مهره، كل يوم يقبض له مهره، كل يوم يقبض له شغله، كل يوم يتكلم عن شيء الا عن فلان سوى، الا عن سوى، الا فلان شيء سوت، الا سووا لي منشن عن فلان انها سوت الشيء لفلاني، وندوكم ويوم ويوم شو تبين؟ وانت شو تباها فلان؟ هاي ما يستوي يا ابوي، ما يستوي لا خليت منك، لا ما يستوي، بارك الله في حياتك، ما يخصكم في العرب، خلوا الناس بخير وسهالة، فكونا فكوا. الحين يوم انت تقول او يوم انت تقولين في المول الفلاني شي يسوون، الحين اللوادم كلها تسمع من شرق الارض ومن المغرب، الناس بتصدق ترى ما ترحينه، الناس ما يدروب بك انك تخبيله، ها يغترون يتحرونك عاجل، ما يدروب بك انك ربيك قاصره، ما يدروب بك انك عقل لس، عقل نيسته، عقل ما شيء، حاسيه ما شيء. لا يعني الحين لازم لادمي اللي هنمون، ما حد يستصيخ الرمس انا مستعيب، ما لازم اولا لا حد يستصيخ الرمس ولا حد يصير على علمه ولا خبره، خذوا المتيسر والمتعسر خلوه يولي. الحين المشكله ان توصل الاخبار شرق وغرب لانها سوشيال ميديا، وصل الاخبار الحين بيتحروا، انت رمستي عن حاله وحده، او انت رمست عن حاله وحده، اصلا من الاساس ليش ترمس؟ شو كالف انك ترمس عن الفريج الفلاني في الشيء الفلاني؟ وشو يخصك انت في الفريج الفلاني؟ كان ياهم شيء ولا احترق بيتهم ولا اندمر بيتهم ولا ما ادري منو من عيالهم لبق في فراشهم ولا في بشارهم ولا في شيارهم، شو يخصك انت حبيت تحرر لوادم كلهم ينن وتمشي وتلبج بعمرها؟ يعني شو هذا الحين؟ الحين الناس اللي من غير بتحرر هذا صدق؟ ما بيدروبك انك انت تختلق القصص، يا ليتها قصص واقعيه، اختلاق قصص من الخيال فقط لجذب الانظار والمشاهدات. هذه حمهر جديده، هذه شغله جديده يعني توها طايحه، يصبحون يحلمون، يمسون يحلمون، يصبحون يعدون الحلم على اساس انه حقيقه. اروم انا كم من يوم احلم احلام، والمهندس وراشد الماجد ومحمد عبده جايين لي البيت، عديته على اساس انه حلم، ما عديت انه حقيقه، هم هاي لاكب ويعدوا حقيقه، عنبوا كل شيء تحلموا به، تصبحون الصبح ترمسوا به انه حقيقه، ما يستوحي الوادم الدار لها من صديق، لها من عدو، لها من محب، ولها من مغبغب، لها من حاسد، وما اكثرهم الحساد، وبالاخص من يقولون تقولون الوادم من دوله الامارات ولا بدوله فدا ومليون حاسد من القهر، ما القهر اقولكم، مقهورين والله يا ابوكم مقهورين، مقهورين بينون ظهرت لهم قرون من الشيء اللي في دولة الامارات. دولة الامارات دار عز ودار خير ودار فضل، ما حد يتكلم الا بالكلمة العدلة عن كل ما فيها، بلا ناس طيبين وناس خيار، ما عدنا الدوني ولا دار بيننا الهافي ولا دار اللي والله هن ولا دار الانسان اللي من شرق وغرب، كلهم عيال أصل وفصل وما حد خير عنهم، وعايشين في خير، ودار الفلاحي هذه ما شي شرات دار في الكون، دار الفلاحي اسمها دار الفلاحي، ما شي شرات دار في الكون، إماراتنا الحبيبة ككل من أولها ومن شرقها لين غربها كلهم زينين وكلهم أطياب وكلهم أكرام، وملفأ للضيف وملفأ للإنسان اللي يشكو من قل الحال، وملفأ تساعد الناس. نحن الواحد يوم بيس كل دقيقة واحد ما عنده رمسة ولا شياته، والله أنا من شنوني إن العائلة الفلانية ولا الطائفة الفلانية ولا الفريج الفلاني ولا الإمارة الفلانية، إماراتنا كلها خير وكلها بركة وكلها عز وكلها فخر وكلها ثقافة وكلها مخوفة من الله، كلها عجزتين، وكل ما سير يمين صارت يسار يمين، ما ضربني شرات هذا بصويرج من كثر ما احس التليفون شرق وغرب. المراد كلنا ابوي يرمس عن عمره، لا يقولون نحن ابوي من البقعه الفلانيه ونحن من شنو لنا، قول ابوي حلمنا بنقول الحلم،
انا ابو عيل ما ابن هي اللي استوت فاتو كل من بغى يظهر اسمه يظهر رمسه يحلم حلم في الليل ويصبح الصبح ويعده فالتو هالنمونه هي والله ينبغى يحطون عليهم ابوي على يباه على يبهت اللادمي منهم ويبهت اللادمي منها لادمية منهن يحطون ابوي شيء بكره وقعود وسم يسولهن وسم بكره وقعوده بين حياتن هاي اللي يصبحن ويمسن الا سوى وفعل وتركه وقالوا يا ربي ليش عاد ليش ما ترمسون عن الزين عن العدل والدراسه روحي في خاطري دراسه ذهنيه يسمونها لقط كل انسان نقاد وكل انسان ما بيعز الا شيء الشيء اللي في الدنيا كل في نشأته من يوم هو ياهل لين قبض التليفون أصبح الصبح يهرفتها التهرفيت كله وتهرفتها التهرفيت كله إيه هذا بي عندهم عقد من يومهم صغر بالله تبع عدلت الزولية اللي اعتدل منها مامال رب الله يمكن خلافة أظن مسح الدور ما دارها بفود وخلافة فرشة مرة ثانية سوري سامحيني استغفر الله في ذمكم إن شاء الله أقولكم هي والله نسيت ابوي اقول لك انت هي هاي تلقطون هي الدراسه انا سويتها اقول لكم دراسه ذهنيه قط ان البعض وليس الكل البعض ابوي هل بالمسبات وهل بالكلام القاصر هذا كلهم ابوي فيهم عقد في هاليتهم في دودهم في وين يو تنتوا تلقط ابوي فيهم علم وقت الاساس فيهم في دودهم وين جايين وين متنتين عن اصولهم هذا ولا الانسان العدمي دع الخلق الخشي خصكم في الوادم هذا جاي من البقعه الفلانيه هذا جاي من الشرق وهذا جاي من غرب وهذا ربا راحه وهذا من استوى محدث نعمه هذا محدث نعمه ولا هذه محدثه نعمه لا انت يدك هاي لسلاسي ولا انت خالك من هاي سترانة شو هاي اللعبة شو هاي يدك يعني من الثقافة أفلاطون أنت ولا أنت يدك الحين من الأصل إمبراطور شو كلنا عيال قرية وكل منا عارف خيه ما يبي يقولوا الإنسان هذا ترى كلها دار وحدة والدار معروف هذا فلان وين جاي وهذا شو علمه هذا شو خبره كلها حين بلاد وحدة معروف الآدمي ما يستوي من تصبح لين تمسي الحين انت يدك ما بهي لاسي وخالك ابوي ما من المذكورات في الكتب شو هذه اللعبه الله وادم عايش ودع الخلق على الخالق خلي الناس تاكل وتشرب روحها اوبئه وامراض وحجر وكلام وضيج شو هذا عندكم رمسة تشرح الخاطر عندكم رمسة تسعد الانسان قولوها ما عندكم اسكتوا اسكتوا عن الرمسة اللي تجيب الهم والغم الناس تبي تستانس تبي تضحك تبي تعيش شي خصكم الا البلاد الفلانية فيها والبلاد الفلانية هذا ما قالوا شي بوي جريد وشي اخبار رسمية الناس تستغل الاخبار منها شي الناس من الجهات الرسمية من تصبحون الا يوم استوى الشي الفلاني والبيت الفلاني وليش عاد هذا كله يا ربي وانا شالله حاد اني ارمس هالكثر شالله حاد اني والله من كثر اللي اشوفه من كثر ما اشوف الشيء العجب الحمد لله رب العالمين ابشركم ابوي ما عليك من هالرمسات اللي يسمعونها كلها هذا كل اختلاقات هاللي تسمعونهم الا بنشنوا لي وقالوا لي وحد خبرني يا طرشوا لي رساله وطرشوا لي قالوا هذا كله لجل ابوي لفت انتباه ويبون مشاهدين لو تجيب ابوي مشاهد انت يوم يومين ثلاثه عشره باكر ابوي بيطفر هالمشاهد يوم انكشف ولا انحشف بيشوف انه ما شيء محتوى بيدعون عليك المسلمين دعاويهم بتكسف الاجر كل ماء بما فيه ينضح سبحانك يا رب تجيل الطينة شوف تجيل الطينة هذا ربعه لي وياه كلهم يونس قال طينة وكلهم كذبه أي إنسان تجيل طينة وتجيلة الطينة هذه هالاثنين نفرين 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 يكيدتو
بحق والحق حق منها وقت التمرين قدام الكابتن المغربي عرطن عليه شي يعني بيان جاء وما قايل ويكي وديتو وبانش وهاش من هالارقام باللغه الفارسيه يعني. قال لي من هال شو اسمه كابتن مهدي يقول حق من هال ما شاء الله تعرف ايطالي هذا ايطالي. قال لنا لا هذا ما بايطالي هذا فارسي. رب الله فقير هذا هالمهدي. نسيت والله شو كنت اقول. إيه هذه سبحان الله هذه بعد ميزة الإنسان تجي للطينة تلقط اللي وياه دومهم ثقال طينة ما تلقط الإنسان اللي حي الفلاح ويها وتلقط ويوهم كلها معسرة الويوه مظلمة. سبحانك يا رب كلهم أقلب يتم يعني يون ثقال طينة اللي وياها تجي للطينة. هي والله والشريم تلقط وياه ربعه كلهم أكرام والبخيل نفس الشيء كل يمشي على شاكلته ليه ويا كلهم بخلاء. والله العظيم يا ابوكم اني اقول الصدق ما تلقط الكريم الا ويا الكريم. ترى الحر مع الحر مولاف تلقى الردايل للردايه ولايف. سبحانك يا رب خفيف الطينه وخفيف الدم. ايه هذا ربعه تلقطهم كلهم دمهم خفيف ماي ماشي لي دم ثجيل لان بيبول لك ابه لدم ثجيل ماي ماشي إلا لدم خفيف. مستحيل الإنسان لدم خفيف يماشي حد دم ثجيل. فلذلك تلقطهم أبو أرباعة جوري يسمونهم جوري علايج جوري الزين مع الزين خفيف الطين مع خفيف الطين الكريم ويا الكريم لي ودي ويا لي ودي الزط المكفخ اللي ما شاف خير ويا الزط المكفخ اللي ما شاف خير شراته. Thank you. يا الله صباح خير اليوم. المهم سلام عليكم ورحمة الله. الله 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 البطيخ اليوم لعب لعايبة الله لزين فوق على الزين. Good morning. أهلين. أهلين. هنتين ما بوحدة. ما أعرف. صلاح. منو عندك هذه؟ ما أعرف هذا. كيف ما تعرفه؟ ما أعرف دبي هذا ما أعرف. جاي من دبي جاي خصوصي حقه شفنا قلاء. كيف ما تعرف شفنا قلاء؟ هي جاي. سلم عليك تسولف وياك شو اخبارك تمام تسالك بس امتى حتنورنا في مصر امتى حتيجي مصر لا امتى يعني ما اعرف خلاص اوكي تعال معي انا رايحه مصر تيجي معي صلاح كانت شو قلت لك الحين هي تقول لك تبغى تصير معاها مصر شو قلتي نجلة هل صلاح معي مصر بس بيقول لي قولي الاستاذ خالد ايوه دبي عشان دبي احسن لا دبي غير ومصر غير دبي حاجه ومصر حاجه شو رايك لا دبي مجنون ليه مجنون مصر لا ام الدنيا دبي مصر ام الدنيا ما بيصير لا ما بيصير شفنا كذا خلاص يا استاذ خير خلينا ناخذ دبي اه اه دبي ها بيموت على دبي هاي دبي ندور تروح فين في دبي هتنزل فين دلدون 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 شفنا قلاء اللي حنعمل حمام بايه معمر برام معمر حمام برام معمر حمام مره ثانيه برام معمر حمام مره ثانيه برام معمر حمام سمعت يا صلاح شو بتسوي عربي كيف ما تعرف تكلم عربي شو بتسوي محمود لا برام معمر حمام حمام عارف حمام لا برام معمر حمام حمام عارف حمام صلاح برام معمر حمام ما اعرف زين عارف انت ما تعرف حمام ما اعرف برام معمر حمام حمام وين صرتوا وينيت اليوم بس ما ظهرتوا ما صرتوا مكان مكان من البيت سيديت وياك ايه ما لفيت يمين ولا يسار صرت شي بترول لا كلت شيء اليوم الصبح لا ما تريقت لا اسبوع لا شو عاده جام مع ابو جام جام ايه وبعد بس زين اللي الحين ايه خلي خليه شليك خليه ما شليك حقري اسوي تصويت افتر يمين ويسار وبعد يسار لا يسار هذا فوق لا يسار تحت يسار منك ما ابدا تروم على البيزات وتروم تسير دبي هالكثر الله اكبر انت يعني حين دبي دل دربها والبيزات تروم تيودها تمام
وحين يمين ويسار ما تعرف. يا ربي جرب نسوي تصويت صلاح. نسوي التصويت وبنشوف الأغلبية ايش يقولون. نسوي السكسوكة ولا عارض ولا قفل ولا كيف. ترى على فكرة هالكويت هذه هاي روحها ترى شيء منهم. حد منهم يشل اللحية كاملة يخلي هاي لهني يسمونها الكويت. حد منهم عادة البعض منهم ما في حد ينقمني يقولون يسمونها تفلة على الرصيف. هي والله الله يعز مكة والسامعين هاي اللي هني ها صغيرونة الله كريم هاي يسمونها تفلة على الرصيف في الثمانينات حين عاد ما أدري بشو يسمونها اختلف التسمية ولا بيت بروب بيقولون نحن ما بنحن كريم شو يعني احنا لا كريم هاي معلومة عامة يعني الناس كلها تجي تسمي مسميات هاي اللي يسمونها لو حد يسميهن زلوف وحد يسميهن عجارب وحد يسميهن تواليت سوالف وعجارب وزلف وتواليت هاي كلها مسميات للشو هذا اللي هن هالعصا اوسا الكبير الحريم الرجال يخلون هالنمونه والحريم يسوون شعارتي مطنه ولازم شي متجلود والاوليات لا عقص هذا عقص رسمي من الراس لين تحت عقوص أربعة يسوون اثنين طرف هذا واثنين وراء هذا الحرمات والريايل يسوون زلف والريايل يسوون ذروة مرة لين المحزم يسمونها ذروة الأول هي لحقت على وايدين شيء منهم والله شابها وهاليت بلين قبل 15-20 سنة مسوين مخلينها الذروة لكن الحين عقب يوم تموا يداومون والله يبوكم يني أعرف ريال الله يذكره بالخير ينه راسه ثلاثة ذرع أظني له ذراعين ذروة على حياة أبوه الأول يقولون مسوي ذروة الأول إيه رجال عن أمية رجال والله يبوكم يوم مني بيصير البرز ولا بيصير الميلس ولا بيصير عند عرب لف راسه طوى 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 لبس عليه قحفية مال مكة مدينة وغدا راسي حتى عود لبس عليه السفرة حتى السفرة تغلي منتهضة من طول راسه ما شاء الله عليه اي والله طرحت علي السالفه عشان دبي انت تبي دبي تبي المغرب تبي الطياره تبي يحطونك في البزنس كم شغله تبي يعني لا ما جيب وقت منو قال لك باجي وقت اسالهم الحين من الحين لين تاريخ ثلاث تاريخ كم من هذا السيره 1/6 تاريخ 3/6 3/6 بنسافر 3/6 العصر بس هي لا الضحى طيارة الضحى انت لازم بتكون لا بتيك سيارة الاتحاد يعني خلوا صلاح روحه وبتيك السيارة برسم الخدمة وبيشلونك انت وشناطك وبيفتحون لك الصالة وبيستقبلونك في المطار وبيجدمونك عن العرب كلها قال بس صلاح ولا انت خالد الخالدي وابراهيم لا بس روحك نعم قال بس صلاح انت بس انا يا انت قدام ونحن ورا لا بس بعيد ابراهيم انا وانت ابراهيم ايه شو رايك انت كم مره مسوي لك الاتحاد الخدمه هذه كل مره منتي يا ابوك الكرسي للداخل واستقبلوك وشلوا جوازك وسووا خدمه البي اي بي لا خطفت لا شرق ولا غرب من الباب للمحراب حلو ايه الحين شو يعني شو بيختلف طيران الاتحاد هم اما اعتدلوا ولا ما ماله كل ما يالهم ما شاء الله في رقي وفي خير ايه على الخشب سمعتوا طيران الاتحاد يقول لكم صلاح مرة على الخشب على العين وفوق الراس ياركم الله كم انتم تدروني انا ما تعيبني الضوء الصناعي ويعيبني السخام العادي سخامنا يفضل لو يكون سمر يفضل يعني شيء طبيعي يعني اللي حصل السمر بس ما شيء ما فوق اللي حصل السمر انسى كل صخام في الدنيا العودة لكن يكون الصخ اللي مصخ منه ولد حلال اللي يكون اللي الأول الناس تعرفهم الصخيمة الصخيم الناس لو تعرفهم ويون لين بيتك لهم عملة الأول يون بكبات من السنينة ومن البقع اللي فيها الصخاخيم كلها المصخم الزين اللي فيهم خوفه من الله أبخبركم شو سالفة الصخام طريقة الصخيم منو لي صخم وكيف تصخيمه وكم جيمة اليونية الأول وحين كم عادة ما أدري بها
كان احنا ابو هاد هذا متخنا اول ما اول بندخن صلاح. تفضل شق في راسك يلا. مين يعطونا المدخن؟ دخن سفرته ودخن كندورته ودخن هذا، وعقب ابوي عطى الواد اللي مغير. اكبر عيب اكبر منقود المدخن، من تقبضه من تقبض المدخن دخنت روحت نشكت في خشمك، نشكت اللي الله بقدر انك عليه وعطيت الباجي خطت المدخن. ما يستوي تدخن سفرك وتدخن كندورك وزارك وقدام الريايل وعقب تخط من ويبه المدخن من عقبك؟ ما يبه حد يبه المدخن من عقبك. انت عطب حطيت تحكم افضل عنك، عقب تعطي الريايل. اكبر عيب المدخن يتنحط تحت الكندور عند الريال، عيب منقود ولا تدخل. اول بعد تدخن الريايل يخطف المدخن وعقب عاده انت ابصر بعمرك. سيده 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 ارفع راسك فوق، هي فوق ها. ما حباب لا ما بحرك لا لا تحاتي. والوزار فوق، ارتفع ارفع راسك فوق، ايوه فوق ها، خليك مثل ما انت، لا تسوي اي شيء لا تتحرك. اشوف صلاح وين صار ما شو ظهر شيء؟ ايه زين؟ ايه صبر لا تستعيل، صبر لا تحرج لنا. ايوه صبر ها، دخل معك دخلناك معرس. قول امين. امين. راوني راوني صبر لا ولا ها راوني وين؟ اسوي مغط يديك. منو سوالك اياهن؟ كم عطيته؟ انا ادري على حسابك كم عطيته؟ 100. احلف. والله 100. سوى يديك وريولك ولا بس؟ لا لا اشوف. ارفعهم فوق. اشوف. اشوف. اشوف الطرف هذاك حسن. اشوف يا صلاح. اشوف. كم عطيته صلاح؟ 100. لا تكذب. والله خذيه. خدي يعطاك 100 ولا من منو اللي عندك؟ انا من انت سلمت على الصالون؟ ايه 100؟ ايه زين صلاح شراك نحنيك نحط لك حنه؟ لا مليونه؟ ليه حنه؟ انا خدي غاوي بيستوي الحنه مثل هالسودان صلاح يحنون المعرس. شو رايك؟ في الفجيره وفي كلبه وفي خورفكان شيء من العرب يحنون المعرس يسوون يوم الحنه. سحابي يجمعون رباعته وصدقانه وخلانه المعرس وطقوس يعني كل حد وعاداته وتقاليده. زين انت تبغى تسوي حنا يوم العرس؟ لا مينونه. ليش؟ ما يستوي؟ ما شي مشكله ما شي مشكله. المهم كم عطيت الحلاق؟ 100. انا 100. 100 حق لحيه ويديك وريولك. انا ابو ليش؟ مفروض تعطيه زياده حبيبي. بس واحد وحده يسده؟ سدك وحده يا الحلاق. اي خبيس. خبيس ما ادري عاد. اذن بيبي. ان شاء الله. ان شاء الله. تريا تريا التاكيد اذا اكدوا علينا ترى انا ابوي سرنا دبي. ما اكدوا علينا ولا بيتنا ضام منا. زين؟ يلا. وين بسير الحين؟ المدينه. يلا الله يحفظك سلم عليها حبيبي. سدته. لا ما نسيت. السلام عليكم. السلام محمد صلاح ها؟ جاي عن الطيح تتكود. نعم. ايه. لا تسلم عليه تحركت به فلوس. ايه تروع تحركت به فلوس فلوس. السلام عليكم. مبارك. كيف حالك؟ مبارك. مبارك عليك يا أخبارك إيه؟ أيوة متى جيت اليوم؟ آه نجيب صم. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ابني ها؟ ما بعزيمة اليوم حمام معمر برام معمر حمام. برام معمر حمام. منو هاي صلاح؟ شامبي؟ نعم. منو هاي الحرمة؟ هذا؟ إيه. شيف نجلة. نجلة. شيف نجلة. تعال 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 شامبي. تعال شو بتسوي أكل؟ لا اسمع شو تقول لك. اسمع روح انت منك حق اسمع وقف وقف شو اسم لك له؟ عليه؟ اه اسم اسمع اسمع هناك شيف
برام معمر حمام. برام معمر حمام. حمام شو اسم الاكله؟ برام معمر حمام. في نجلاء. نعم. قولي لي شو اسم الطبخة؟ برام معمر حمام. مريم. برام. برام. معمر. معمر. حمام. حمام. شو اسم الطبخة؟ نعم. قول تاني. قول. برام. برام. معمر. معمر. حمام. حمام. عاملين عقلية بقى. اسم خبير بابا. لا اسم الطبخة هذه. برام معمر حمام. برام معمر حمام. لا برام معمر حمام. كبير ما يجي كمان اسمه كل اسمه هذا ما بعد ما باسمها اسم الطبخه. يلا يلا سر. شفنا قلاء صباح الخير. صباح النور. ايه اللي حتعملي دلوقتي؟ احنا نعمل برام معمر حمام. ايه برام معمر حمام. الصوت العالي. برام معمر حمام. برام معمر حمام عباره عن ايه؟ عن رز معمر وفيه حمام. اوكي شو هنعمل ايه دلوقتي؟ هنتبل. احنا جبنا الحمام بتاعنا وغسلناه ونظفناه وفتحناه من الضهر كده. كم حمام الحين هذيل؟ هدول سبع حمامات. سبع حمامات اهو فاتحينه كده وغسلناه زين ما زين زي ما انت بتقول. زين ما زين. انزين انزين. وهنتبله دلوقتي. التتبيلة عبارة عن ايه؟ رشة ملح، رشة فلفل اسمر بس. ملح وفلفل اسمر بس، ما ينحط اي شيء ثاني ولا اي حاجة. يدعك الحمام من برا ومن جوه بالملح والفلفل الاسمر. الحمام بملح وفلفل طلعنا بيه على النار، قلايه فيها شويه زيت ومعلقه زبده. لازم ملح زبده وزيت. لا عشان الزبده ما تتحرق. ايه الحين بتشوح الحمام. الحمام تشويح. هذا الحمام جايلنا من راشد القبيسي الله يحفظه ويبارك فيه. راشد بن محمد بن عيد ايه ابن يابك الجنة. ها مية بتغلي على النار. هذا ما حار هنا. اه هننزل فيها البتجر نفسه عنا اللي هو بصل وطماطم وهي الحب. بصل وطماط وهي الحب. وهي الحب. عود قرفة. قرفة. واحدة غار. غار. شوية فلفل اسمر حب. ايه هاي مكونة. هاي المجموعة تسمى ايه؟ بوكي جرنيه. حطينا البوكي جرنيه في المية. ايه ايه؟ البوكي جرنيه. البوكي جرنيه. اه اللي هو التتبيلة بتاعت اللي هتدي الشفت للحمام. اللي عبارة عن؟ طماطم، بصل، هيل حب، فلفل حب، جثة ورق غار، عود قرفة. ايه. هذا حين تجلي لين يحمر ولا بس الا شوية؟ لا لازم ياخد لون. لازم ياخذ لون اهو. بعد ما شوحنا الحمام وقلبناه وشه وظهره واخذ اللون كده شايف هتتسلم. اه اللون كده تمام. زين الحين شو بسوي فيه؟ هنشيله نحطه في يتسلق بقى. يتسلق لين يستوي. ها؟ اه ولا عملنا الميه بتاعته طماطم وبصل وهيل وفلفل اسمر حب وورقة غار وعود قرفة. ايه. بعد ما شوحنا الحمام وقلبناه وشه وظهره واخد اللون كده شايف هتتسلم. اه. اللون كده تمام. زين الحين شو بسوي فيه؟ هنشيله نحطه في يتسلق بقى. يتسلق لين يستوي. ها؟ اه. ولا؟ عملنا المية بتاعته طماطم وبصل وهيل وفلفل اسمر حب وورقة غار وعود قرفة. ايه بعد ما الحمام اتشوح وننزل في الميه بتاعته مع بنسكر عليه. هنقفل عليه دلوقتي وهنشوفه يستوي ثلاث ارباع استوى. ياخد قد ايه بقى؟ ثلاث ارباع سوا. كم وقت ياخد؟ يعني نص ساعه تقريبا. تقريبا. يلا منوره يا شيف نقلاء. ده نورك يا استاذ خالد. نستوى ونكشف عليه عشان ننشره دلوقتي. اوه حمام ايه استوى ناضي الحين. ها ولا طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الحمام اللي بتاع المعمر. معمر برام معمر حمام. هنطلع واحده واحده بالراحه بشويش بشويش. الشوربه مالتها شو بسوي بها؟ الشوربه عادي دي ممكن نشربها. دي مرقه بتتشرب. مرقه حمام. المهم حبوا بياها. البرام جاهز. برامنا دخل الفرن سخن. شو التكه بتاعته؟
هنحط في الزبده كده هتسيح لحالها اهي. هذه هذا الجدر من فخار، الجدر هذا لازم يكون شد دخل الضوء. عشان المعمر لازم يكون ساخن. زين. الزبده ساحت فيه ازاي؟ لما حطيناها. الزيت المصري مغسول ومنقوع لاقل حاجه ساعه، ومعايا القشطه، ومعايا رشه سكر، ومعايا معلقه ملح، ومعايا رشه فلفل اسمر، ومعايا الحليب، ومعايا سمنه الخلدي. هذه سمنه الخلدي، وهذا معنا الحمام الحمام المعمر. الحمام انت اللي حتى الطبخه اسمها ايه؟ معمر حمام. معمر حمام طاجن برام. معمر حمام طاجن برام معمر حمام. يلا يلا هنضيف القشطه على الرز. حطينا القشطه على الرز، حطينا لها رشه سكر، حطينا لها معلقه الملح، حطينا شويه فلفل اسمر رشه بسيطه، وبنقلب الرز مع قلب بعض من غير مية. لا خلاص الرز منقوع، احنا بس بنقلب الرز بالقشطة عشان يطلع طري. ايوة القشطة اللي هي القشطة العادية على فكرة، احنا يعني احنا عندنا القشطة، القشطة عندنا قشطة فلاح. اي بيت في مصر من الارياف لازم يكون عنده قشطة فلاح. اي بيت في الارياف عندنا القشطة دي متوفرة. بنحط شوية في الرز، ننزل بالطاجن بشوية. اه اخد بالظبط ربع كيلو قشطة. وقد ايه كمية الرز؟ حوالي كيلو رز. يلا هنحط بقى في، هنرص الحمام كده رص رص كده في البرام. بعد ما حطينا نص كمية الرز هننزل بالحمام، وبعدين ننزل بالكمية بنص الكمية الثانية الرز. على فكرة الحمام سبع حبات. سبع حبات الحمام. الحين ترى ما في ماي بس هالنمونة. نطاجن البرام الحمام متصفيت، هنحط عليه دلوقتي اللبن. في ناس بتحط اللبن بيغلي، وفي ناس بتحط اللبن ساعة. انا هحط اللبن مش بيغلي، انا هحطه يغلي مع الرز. كيلو الرز بياخد كيلو ونص لبن لكيلو وربع لبن، يعني اللي عايز يحط يخليه طري يحط كيلو ونص. لا احنا عاوزين شوية طري. خلاص بنحط كيلو ونص لبن على كيلو الرز. وده دلوقتي هيتحط فيه ايه؟ خلاص كده هو كده جاهز، كده جاهز. حطينا له الملح والسكر والفلفل الاسمر، دلوقتي القشطه فيه. ايه اللي هتعملي دلوقتي؟ هنحطه بالفرن جاهز تمام، واخد لبنه. هنحط زي معلقتين سمنه على الوش، بس معلقتين خلاص. هم الناس في مصر يحطون سمنه بلدي، لازم واحنا سمنه البلدي، ونحن ابوي بنحط ابويه سمنه الخالدي. يلا حطينا البرام في الفرن، برام الحمام المعمر خلاص كده جاهز، بحط بالفرن. والضوء فوقه وتحته هياخد له نص ساعة تقريبا. نص ساعة فوق وتحت، درجة الحرارة 180 ل 200. اي فوق وتحت شغال. ها لكن طالعوه لا يصير يفور ويخيس الفرن من تحت. لا لازم هالنمونة. طاجن البرام معمر حمام بتاعنا خلص، ونطلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا طاجن الحمام معمر بالايه؟ طاجن برام معمر حمام. طاجن ايه؟ برام معمر حمام. مرة تانية. طاجن برام معمر حمام. يا راجل. والله. معمر حمام. ادي ايه؟ برام معمر حمام. يا سلام، يا سلام على البرام المعمر حمام. اوه. يلا. غرفي عاد غرفي غرفي. عجزتيني وانا تريا، عجزتي خلصي. عجزتيني. عيز حيلك. اظلم ليلك، قولي امين، قولي امين. امين بعد الشر علي. لا اظلم ليلك، تبي ليله نهار. آمين. قائم القيامه. امين. لا اظلم الليل يعني زين، عيز حيلك واظلم ليلك، قولي امين. على ضمانتك امين؟ امين. امين خلاص. يلا. يلا، كملي عاد غراب خلصيني. لا خلاص كفايه، يلا ناكل بقى. خلصي الغراب، غرف الله راس عدوان الله، غرفي. غرفي كله خلصيني، انت عيزتيني عايزه خلصي بسرعه. خلاص كفايه. لا ما بيتغرفش الطاجن. كملي انت، كملي هذا حطي. شكله مغري 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 بدون قياس. لا تقولوا ما حد قالكم. اما العيش انا بيني وبينكم طعمته بساعه، يعني تحراه زبده العيش. ليش؟ لانه مطبوخ بالشو بقشطه، مطبوخ بقشطه العيش، مطبوخ بقشطه وحليب. وحليب يلا حليب مش قشطه، شو خليت؟ وحمام وزبده. وزبده يلا شرايين ريج. ما ابالغ لو قلت لكم انه غير نمونه.
ما بغير نمونة عادي، غير نمونة فوق عن العادي، فوق عن العادي اللي كل حد يعرفه. قاعد أقرأتنا يا أبوكم فنحط الدهر كل أبوية ما ناكل حمام، حرام ينزل به. طيب فوق عن الزين. نعم شو ها ها شو صلاح خبرني عن شو يلا خبرني عن شو وين وين يعني منو هذا تبى يصير شيشة عمري خوش بده هذا خوش ولا خوش أول شو تبى أنت الحين شيشة أول I'm sitting here you go put petrol come زين تبى يصير يصب بترول هي ولا يتريى لا أول شيشة أول يصير يلا سر صب بترول عطيت فلوس أبوها ما أنا أول إيه إيه الحين ما تبى يصير وياك أنت لا شو اسمع تعال تعال فيصل أي وقت اي وقت صلاح بيصب بترول لا توقف في الشيشه ما يحب يوجه في الشيشه صلاح سر خلص البترول وتعال يلا بسرعه ليش نبدا اليوم وما هذا وما ما خبي ليش وما هديه هديه موجود موجود هي في هديه حق صلاح هي هديه شو ما برصيد فاتوره تليفونك تخبى ما اخبى سعيد يلا حمين اسال سعيد يا سعيد بن خالد دق له تليفون دق له تليفون واللي يقول لك بابا تعال تم انت مع سعيد وانا بين زين لا بسيت شوي الزراعة بي دقيقه واحده اوكي شيء تبغي لا حجب هدية وين هدية انت بيجيب لك الهديه مطرشت جايتنا هديه وحاشرني عليها اسمعوا بها فاكهه اللونغان فاكهه اسيويه هذا موعد الإزهار مالها الحين قوية وتتحمل الحرارة وتتحمل الرطوبة وهذا إنتاجها الحين هذا ورقها وهذا تزهيرها لونغان شيء نوعين نوع صلامته صلامته عودة هاي الصلامة السوداء اللي تعيدونها وشيء صلامته صغيرونه شيء نوعين فالنوع تأخذوه من النوع اللي صلامته صغيرونه البذرة اللي داخل تمرة كبيرة وفيها لب لبها مثل لب الليتشي هاي اللونغان لون شرتها بني شرات لون لقها الفاتحة وطعمها لذيذ وجميل ولذيذ وشيرة فنان تقاوم وقوية قوية تقاوم الأمراض والآفات وايد ضروري لكل بيت يكون عنده واحدة منها يسمونه لونغان لها بلا واحدة هنتين وهاي توهن بادياتي يتنعوشن توهن لمن كم من يوم بي اسبوعين ثلاثه من استوى الحمو تنعوشن شويونه ولا قبل من سنتين وهم كان اكسر ما طاعني انتهرن هاي وهاي اخذت لي منك اللي توني صورت لكم اياها حطيت لكم صورتها للي ما يعرف اسمها حطيت لكم من الصوره فالصوره توجد في كل سلال الفوايل حاليا اي حد فواله حاط لازم بالاخص اللي يبيعون في الدكان زهبات الفوايل لازم هي في اناناس وعنب وما ادري شو سنطره وكلهن واخر شيء لازم يحطون على الوي من هذا اللونغان شيء حجم جامبو شيء حجم صغيروني هذا الحجم الجامبو اللي انا زارع عنه قبل زرعت الحجم الصغيروني عود حرام يعني هذا مكان الهمبا هذه في كبد السماء صاكه لكن بذرتها الكبيره البذره عود لكن كلها صلامه يعني يابس يعني ما تستفيد منها ما في ما ت ما ت ما تروي حتى فلذلك عقيت عن بكرة تبيها تحيدون اللي هاك اليوم كان يباغل
هذا هو شال الدنيا فوق راسه. تو اخو عدالي وين صار؟ واحد شرق واحد غرب. واحد واحد على كثر ما تيهم الدعاوي، لو الدعاوي الصحوط صحوطك هذا من كثر ما دعي عليه. كان ولا يعول لا يجيب الدعاء ولا يجيب انفاتن ولا يجيب وقعه ولا صدع ولا ديانه. السلام عليكم. ناقطينا. هلا 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 شامبي شو تسوي؟ ما شاء الله عليك يا شامبي، شو اخبار؟ الحمد لله. بيت فول سودان؟ ها؟ صبر صبر صبر، شو اسمه؟ فول سودان؟ فول سودان، يلا شوف راوني فول سودان، شوي 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 شوي. هي. راوهم فول السودان. هي كامل كامل. هي. هاي فول السودان. اشوف، يلا افتح افتح، افتح اثنين ثلاثة حبة. افتح افتح حد واحد هذا يفتح بطل واحد اوبن. يلا يلا شوي 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 شوي. ايوه غرب الله زين. انا بشوف تمام، انا اجيبه تمام بلاتك انت النحيس. اشوف شوي خلني اشوف، عطني وحده من بلاتك. النفر يجي هنا على المال هندي كله على هذا الشكل. ودي بلاتك انت، ليش تخليني ودي وخلي حقي انا؟ استغفر الله توعت بلا. طعمة زينة. الله يلخني يزيق. إن شاء الله السنة تربحنا. العام كانت تعبانة ما حصلت زود سمال. السنة ما شاء الله تبارك الرحمن. وش ببعد؟ حبات كبار. بنسب بنفردها نخلاف عادة. بنخف منها نحن. ما بنخليه كامل. في كل في كل في كل شمروخ بنخلي يمكن 8 ولا 6 حبات ان شاء الله. شو هذا؟ ها ما سدح النبات، هذه مدهن لكن ما سدح النبات، ما سدح النبات. غرب الله تكفي. شو اسمك يا شامبي؟ ها هذا هذا اصلا بالكوفه ما نبته. اثنين منبتات واثنين ما بنبتات، علجين منبتات وعلجين ما بنبتات من المدهن. رب اللهتك بعد وحده ثانيه مدهن. الحمد لله هاي منبت زين ما زين عليها 5 لا 6 ترهن زينات. اعماركم يدريين هذه عمرها حينه اول بادي كانت في البطين، عقب البطين صارت صارت طلعت اعماركم من المقام في العين، وعقب المقام ردت وين؟ ابو ظبي مدينة محمد بن زايد. يا ربي هالصرمة اسميها اسميها تالت اسميها تلتحت شتية غادية. هي والله شتية شتتت من دار لين دار. في يوم يقولون فلان شتي، الشتي اللي ما له دار كل يوم في بقعة شتوت. هاي اللي يقولوا متشتتين كل يوم في مكان، ما سب بلد الشتات وبلد الشتات والمهجر وما ادري قايل، هاي يطرون الشتوت. لا اله الا الله يا اللهجة الاماراتية، ترش ما خليتي حد من يوم الدنيا دنيا. تعرفين الشتي من راعي الدار من البلشتي بلشتي من شو؟ ما اقول عنك شيء. مقواك مقواك. سو غسيل عاد وحفف وعطني اياها انا. ها كلها كلها تكوده في بطنك. طلعت عماركم نادره. هذه نادره. هذه نادره طلعت عماركم. ليه بدون طعام؟ ليه بلية طعام نادره ونادره؟ هذه بها السنين كلها هذه نادره. ما شاء الله تبارك الله. وهذه بعد خدت شيء بعد نادر وحده ثانيه. هذه نص نادره. هذه ما بياي طالت عماركم كاف شيء حبه فيها طعام وحبه بلي طعام. هي والله بالصدفه هذه. دخلي تحت. هذا هو الفول السوداني انتاج مدينه محمد بن زايد. شكرا. انا سلون. من احمد خميس منو؟ ابا خميس ولا
أي أربعة وخميس؟ أي صلاة؟ سبعة. منو؟ صالون. حق شو صالون؟ نحن ما بنسافر الحين صلاة. ما سبوا صالون. نحن بنسافر أربعة. حبيبي أربعة. أربعة ستة. ستة. أربعة ستة. بيكون يوم الجمعة. الجمعة. إيه. من مطار أبو ظبي. إيه. يعني. أربعة ستة. إيه. إنزين. لا صالون. تبسين الصالون؟ ايه خذي دبي حق سيارة دبي تبسير الصالون. ايوه يوم الاربعاء سير الصالون، يوم الخميس ترى انا بنسير دبي، نعزمنا نسير دبي. شو رايك؟ انت تغدى عند خدية؟ لا شوف 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 انا بخبرك، اسمعني اسمع بالضبط بالضبط شو لازم. يوم الاربعاء اتي هني تايد شويه وسير الصالون، تخلص شغلك من الصالون البيت بهدوم. نو هي هي تسير بهدوم نوم. تسير الصالون، تخلص الصالون تسير عند ابو خديجه تغدى، والعصر تسير عند ابو خديجه، تسير عند ابو خلا، تسير عند اطوم بدريه على كيفك. على هواك على هواك. انت حر على كيفك، لبسك ايه قلابيه سر حق الحمام. إيه؟ من تخلص كناديرك معلقات بالسياره. ايوه تلبس سموتي ترى ما يعرف شو يقول لك. شو يقولوا؟ ما يعرف كيس. خلي خلي ما تخلي كنادير. هو خلي ها سمول اسمنا دنكر اند ذس ون كندورا هي جو تو سولون افتر شاور هي افتر ذس ون نيو. ايوه هي هي لازم تصير بشورت وتي شيرت. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله. شو عرف ما يعرف هذا بس الدوم. هي عيب هي عيب تصير بلي هدوم ما يعرف حبيبي. ما الباكستان مشكله مشكله هذا. لا خلاص يلا مع السلامه باي باي. بس كذا بس يا حواسين ريحه ابي ايلس 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 نسيت حينه من النمضرب عطر ونسيت حين قال لي ريحه ماشي ما يسمي العطر عطر هو ريحه. يلا ايلس.